هي كارت احمر كابتن. كارت احمر كابتن ده الخطا الاكبر يرتكبه اي حكم. بس برضو الفار. بس برضو الفار. الفار لازم يرجع الفار يا كابتن. ولازم يكون فيها كارت احمر. لان هي في الاصل يعني حتى القانون الجديد يا كابتن رضا اكيد طبعا حضرتك سيدي عارفين رجليك طالما فوق خلاص جايه فوق طبعا هنا دي يا كابتن ميدو ده ممكن يبطل فيها سنه ممكن يكسر له عظمه رجله دي مسابه صليب ده اسابه هو الشنكار حماية في الكره دي لا 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 جد اتفق معاك تماما الكره استخدام قوه زايده انا بس في ملحوظه يا كابتن معلش عايز اقولها معلش هنا يا جماعه انا عايزكم بس تجيبوا الصوره دي بس تمام للولاد الصغيره وفي شباب دلوقتي بيلبسوا شمباتس او شناكير خلينا نقول بالبلدي اللي هي الصغيره قوي دي حمدي فتحي هنا جده لو لابس مش لابس شنكار كبير اقسم بالله رجليك هتكسر بس هو لابس شنكار كبير حماه فعلا يعني حماه في دلوقتي لعيبه جده بشوفهم والله بيلبسوا شنكار قد كده يعني انا من النوعيه دي انا ما كنتش احب البس شنكار مش شنكار كبير بس أيوة بحب ان هو بيضايقني بس ده خطر فعلا خطر يعني لازم يتعودوا كمان يا جماعه ارجوكم معلش كابتن رضا بعد اذنك المدربين يا جماعه والحكام بتوع ماتشات الناشئين والله رحت اتفرجت على ماتشات ناشئين كتير لعيبه كتير الحكام بتسمح لهم يلعبوا من غير شيم باد او شيم جارد بيلعبوا من غيره طب اللعيب ده هيتعلم امتى لازم الحكام تتاكد والمدربين يتاكدوا ان اللعيبه لابسه واقي احنا كنا مع جوزيه ميدو في التمرين وما بنزلش غير بالشنكار رافع الشراب للاخر والتمرين كان بيبقى نار قال لك عشان ما حدش يتعور فكل تمام. يوم كنا بننزل بالشنكار بالتقسيمه لازم لما يكون في احتكاك بينك وبين اللعيب لازم تلبس الشنكار عشان خاطر ايه ما حدش يتعور تمام دلوقتي يا جدو ماتشات كتيره جدا في الناشئين وبتتكلم في سن كبير 18 سنه و19 سنه تلاقي نص اللعيبه مش لابسه ولما تسالهم يقول لك احنا مش متعودين نلعب بيه طب لما تيجي تلعب ماتش دولي او تيجي تطلع في الدرجه الاولى هتلعب بيه لازم تتعود دي مسؤوليه الحكم تقريبا حكم المدربين كمان يا جدو انا النهارده لو مدرب لازم اشيك على اللعيبه بالذات الصغيرين اصل انت راجل مربي انت بتعلم